الحمد لله اليوم راكم تشوفوا رانا في هذا الملف هذا رانا القول والمخرجات نتاعو. اليوم اكثر من 107 رخصة نهائية سلمت للمستثمرين. ان شاء الله تمد الدعم قوي للصناعة في ولاية البليدة. كانوا واحد 107 يعني مشروع معلق، ولكن نقول لك 107 مشروع سي حوالي 5000 يعني بوست دومبلوا اللي كانوا حابسين. دونك اليوم راح تمد نفس جديد، اولا نفس جديد لولايه البليده، دونك الاقتصاد المحلي ولكن الاقتصاد الوطني. الحمد لله ان شاء الله كان حوالي 5000 منصب شغل اللي رايح يعني ان شاء الله يبدا والبيباني تفتحوا. شكرا رئيس الجمهورية على رخصة الاستغلال هذه اللي عطاها لنا. احنا كمجمع بلاط استفدنا بزاف من رخصة الاستغلال، وبربي ان شاء الله ناويين نطوروا في الفلاحة. انا في شعب الدواجن العراقيل يعني جسدها سيد والي الولاية في اجل جد سريعة. احنا نشكر سيد الوالي، نشكر رئيس الجمهورية على هذا النوعية يعني في التعامل مع الاقتصاديين. وإن شاء الله هذا 116 مؤسسة اللي راح تفتح إن شاء الله من دار وجديد في سنة 2024 ما تكون غير إيجابية لاقتصاد ولاية البليدة واقتصاد الجزائر عامة. كنا متوقفين منذ 3 سنوات، بهذا المبادرة راح نعاودوا يعني انطلاقة جديدة، وهذا الانطلاقة راح تسمح يعني بتواجد فرص يعني عمل. نشكر سيد الرئيس الجمهورية بعد معاناة تحت 3 سنين اليوم عطونا لي زوتوريزاسيون، هكا نقدروا نخلقوا فرص عمل ونديروا استثمار في الجزائر ان شاء الله.